بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم أسلحة 2 من السيرة النبوية. أول حاجة لازم تعرفوا أننا يعني مشتاق لكم، وقضيت هذه الفترة كلها من أسلحة الجزء الأول إلى الآن، وأنا يعني بشوق وحنين إلى أن ألقاكم مجددا، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب بإذن الله. يعني إن شاء الله نستخدم هذه الأسلحة كده وتعيننا ونستقبلها بحماس وبهمة، ونغير بإذن الله بهذه الأسلحة اللي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة يعني يمكن تبوا تعرفوا أنه أسلحة السيرة النبوية، أسلحة 2 من السيرة النبوية. ليش من السيرة؟ هل حنغطي السيرة كاملة، أو هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندهم مسدسات يعني في ديك الفترة، ولا إيش الموضوع بالضبط؟ طبعا إحنا بإذن الله الأسلحة هذه يعني حناخذ أهم أحداث السيرة النبوية، ونشوف كل حلقة كده سلاح استخدم النبي صلى الله عليه وسلم وغير فيه بتلك الفترة. زي ما قال أحد الشعراء: أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي، مسيطر الفرس يبغي في رعيته، وقيصر الروم من كبر أصم عمي. فبإذن الله مع بعض نستخدم هذه الأسلحة ونغير ونعيد حضارتنا من جديد. طب خلينا نشوف الآن مع بعض الجيل الأول من الصحابة الكرام، إيش النشأة اللي يعني سببت نشأتهم، يعني إيش المميز يعني هذا الجيل اللي طلع وأنجزوا وأبدعوا يعني وسادوا وقادوا الأمم، إيش المميز عندهم؟ خلينا نشوف الشيخ محمد قطب الله يحفظه يقول في أربع عناصر يعني توفرت لهذا الجيل. خلينا نشوف إيش هي هذه الأربع عناصر. إحنا أول حاجة عندنا القرآن الكريم، وعندنا السنة النبوية، وعندنا شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وعندنا أثر النشأة الجديد. طب هل الآن هذه الأربعة توفرت للصحابة الكرام؟ خلينا نشوف هل هي تتوفر لنا إحنا كمان كجيل الآن في القرن 21. أول حاجة القرآن الكريم، القرآن الكريم كان موجود للصحابة، وهو موجود عندنا نحن أيضا، محفوظ: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فكما توفر للصحابة هو متوفر لنا، كده هذه رقم واحد إحنا خالصين. طب رقم اثنين عندنا السنة النبوية، طبعا السنة النبوية النبي صلى الله عليه وسلم كان معاهم، احنا ايضا عارفين يعني قديش تعنى يعني اهل السير واهل الحديث عشان بس يعني حديث يثقوا فيه في الصحيح وفي الحسن وفي، فهذه كلهم تعبوا عشان يجيبوا لنا هي، وفعلا موجوده وموثقه. فالسنه ايضا النبويه موجوده بين ايدينا. طب عندنا كمان شخصيه الرسول، طبعا هذا الصحابه الجيل الاول توفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا معاه وعايشوه ورافقوه. هل معناته احنا ما عندنا هذه الخاصيه؟ لا طبعا، احنا ايضا يعني عندنا صفات النبي صلى الله عليه وسلم، تعاملاته، الاسلحه اللي تسلح بها النبي صلى الله عليه وسلم، واللي احنا باذن الله يعني في هذه الحلقات يعني نطلع عليها سويا ونشوفها، 30 سلاح ب 30 حلقه حنعيشها مع بعض، يعني نرافق النبي صلى الله عليه وسلم باذن الله. ويعني ان شاء الله زي ما احنا مجموعين الان وبنشوف هذه الحلقات ونشوف هذه الاسلحه من السيره النبويه، اسال الله ان يعني نجتمع سويا عند النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه. طب هذا اذا ثلاث عناصر حاضره. العنصر الرابع أثر النشأة الجديد. الصحابة الآن طبعا يعني ذاقوا الجهل فترة، وذاقوا مرارة يعني يعني وقت بنات على احتقار المرأة، الظلم، الطغيان، القوي يظلم الضعيف ويعتدي عليه، يعني حتى طبعا ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، الظلم، الجهل، أي جهل كانوا واصلين له يعني هؤلاء في الجاهلية في السابق يعني. طب بعدها طبعا لمسوا نور الإسلام وحلاوة الدين ويعني الأخلاق الإسلامية وكل هذا يعني اللي خلاهم يعني خلاص ما صاروا طايرين مع هذا الدين العظيم فعلا. إحنا أيضا ترى نفس الشيء في أثر النشأة الجديد. هتقول لي إحنا عمي جاهلية إيش؟ لا، إحنا طبعا يعني الجيل اللي قبلنا عايشوا فترة اللي هي الاستعمار، فترة الذل، فترة يعني في فترة من هذه أيضا حصلت، والآن نحن يعني في صحوة، في أثر صحوة ويعني نشأة جديدة، يعني الثورات اللي حصلت هذه كلها يعني أثار صحوة، فأثر النشأة الجديد أيضا متوفر لنا. فالأربع العناصر التي توفرت للصحابة الكرام متوفرة بيننا نحن اليوم، يعني هذا هو كان السبب في قيام الحضارة الإسلامية، الحضارة اللي أقاموها الصحابة الكرام، يعني قوم عاشوا في تخلف ثم يعني تقدموا إلى التطور، قوم يعني كانوا يقودوا يعني يرعوا الغنم فسادوا وقادوا الأمم، يعني فرق كبير باللي حصل، حضارة الإسلام اللي ميزتهم. خلينا نشوف عمر بن الخطاب نفسه واحد منهم، يعني كان يأيد البنات وكان إيش يقول رضي الله عنه، عمر بن الخطاب يقول: نحن قوم عزنا الله بالإسلام، فمتى ما ابتغينا العزة في غير دينه أذلنا الله، فالعزة تكون بالإسلام. الآن طب بس خلينا برضو يعني
تكلمنا كلام حلو زي كذا، حتقول لي يعني يا محمد بصراحه يعني انت قاعد تتكلم كلام والحضاره وكلام كنا وكيف ما عارف ايش، طب يعني لمتى حنجلس حالمين؟ العالم وصلوا القمر والناس بدات تخترع تكنولوجيا والتقنيه والعالم عايشه يعني، واحنا جالسين قاعدين نتكلم في الماضي والحضاره ايش، ليه ما نقلدهم؟ ليه ما نتعلم منهم وننطلق؟ احنا نقول يا جماعه اول من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. احنا يا جماعه نملك هذا النور، يعني احنا مميزين بان عندنا هذه الحضاره الاسلاميه، عندنا هذا الدين العظيم، احنا المفترض اللي ننور نكون شمس للحضارات كلها كما كنا، وفعلا سنعود سنسود ونقود الامم من جديد. فمن هنا هذا سلاحنا اليوم، اول سلاح عندنا من اسلحه السيره النبويه سلاحنا اليوم حضارة الإسلام. حضارة الإسلام، خليني قبل أن نتكلم عن حضارة الإسلام ككل نتكلم عن الحضارة نفسها. تعريف الحضارة، الحضارة هي الفكر الذي تنتجه الأمة فيتشكل على شكلين، شكل مادي وشكل معنوي. يعني هو فكر يتشكل إلى مادة ومعنى ومادي ومعنوي. المادة ملموسة، مباني، مخترعات، مصانع، هذه مادية. ومعنوية علوم، معارف، آداب، فنون أيضا، كل هذه يعني اللي هي المعنوية. فالحضارة ليست مجرد تقليد، مو والله نروح نأخذ أطول مبنى وروح نأخذ أحسن من عارف إيش ونجيبه، لا، هي يجب أن تكون تشكلت من الفكر. هذا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام، ترك لهم فكر، طلعوا هذا الفكر فتشكل إلى نتاج من بعد فسادوا وقادوا الأمم والصحابة الكرام. فهذا تعريف الحضارة. خلينا نشوف مع بعضنا الحضارة الإسلامية ومميزاتها.